فبعد كده رشحني الاستاذ احمد سمير الله يرحمه لحفل ليله التلفزيون، وكنت انا عامل حوالي 6 ألبومات. فطلعت خدت الخبر، فرحت جدا، الجرايد كتبت وكل حاجه تمام. قبل ان الحفله انت رايح اضواء المدينه وهتبقى ان انا نجم رايح اضواء ليالي التلفزيون، ليله ليالي التلفزيون التلفزيون. وهتبقى نجم ليله التلفزيون. فبصيت لقيت اسم اتشال يوم الثلاث، وكانت الحفله في اول الشهر يوم خميس. فحزنت، فمن ثورتي وانا ثورجي شويه. اولا انا ما بسيبش انت حد. من بورسعيد؟ وبورسعيد اتعودت على الحريه في الكلمه وفي التعبير، وفي صالح الوطن وفي صالح البلد. دي كانت تجربة وحيدة في ليلة التلفزيون ولا جه بس بعدها ما محاولات عتبتهاش، أخرى؟ ما عتبتهاش. طب أضواء المدينة؟ أضواء المدينة شاركت فيها مرة واحدة. أنتوا جيلكم الحقيقة كان فيه نجوم كتير، طبعا وكان طبعا. فيه أقدر أقول كم من الأغنيات أنا مش ممكن أنساها طبعا. وفاكرة كل حد، لكن عايز أعرف مين اللي كان منور قوي في جيل الفترة دي التسعينات؟ يعني أنا بدأت أول شريط ليا سنة 87 في صيف 87 31 8 أيوه كان شريط عينيك سلاح. اه الشريط ده قعد 11 شهر في البورصة. أسماء كتيرة جدا من الموجودين حتى النهارده. وكانوا يستغربوا إيه المدرسة اللي عاملها أنا وحميد الشاعري. فكانت مدرسة بسيطة جدا بتعتمد على الإيقاع الجميل، على التفاؤل، على الكلمة المحترمة اللي تكوني أنت أمينة اللي تدخليها بيتك وأولادك يسمعوها. وكانت بتعمل حاجة في الوجدان جميلة. ونجحنا بالجيل ده. اه واتفرج على كم من الهجوم من الجيل اللي قبلنا. لكن ابراهيم عبد القادر كان ليه اتهام لجيل التسعينات انه كان في بعض نجوم جيل التسعينات، ده الكلام على لسانك، كان سبب في اختفاء هذا الجيل. يعني كنت انا مثلا وعلاء عبد الخالق ومنى عبد الغني وحنان، دي كانت البدايه. قبلنا كان مدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو. ايوه لما بدانا ان احنا نقول الاغنيه بالمدرسه الجديده مع فرقه المزدويه وحميد شاعري، طبعا دايما في صراع بين الاجيال. ايوه بس كنت بتمنى وبتوسم ان الصراع ما يكونش للهدم. ايه اللي حصل؟ بدات اغني وقلت لحضرتك في سياق كلامي ان 11 شهر اول البوم ليا انا مش معروف. ايوه فاخترت السكه الخفيفه مع حميد وبدانا نعمل ونجحنا. فابص الاقي هجوم الاغنيه، قالوا الاول الشبابيه، بعد ما هم شافوا النجاح زاد قوي قال لك الاغنيه الهبابيه. ما بقتش الشبابية. جابوا اغنيه ليا اسمها الصيف والشمس، وقال لك هلوسه موسيقيه اسمها الصيف والشمس. والنقاد، في نقاد تابعين للجيل اللي قبلنا والنقاد الشباب بتوعنا. تقصد تقول ان اللي حاول هدم بعض نجوم جيل التسعينات الجيل اللي قبله وليس من نجوم التسعينات؟ لا لا خالص، احنا كنا جيل في الثمانين والتسعين كنا بنحب بعضنا جدا. بدليل لما كان مثلا علاء عبد الخالق منزل البوم كلنا بنبقى في يوم الاصدار في الشوارع، في عبد المنعم رياض، في محلات، في اكشاك، ونمضي على الاوتوغرافات للجمهور اللي تابعنا يعني. وكان الشوارع تقف وكنا بنحب بعض. كان مثلا ابراهيم عبد القادر نازل النهارده يا جماعه بيبلغوا الشركه بتاعتي، شركه الشرق الله يرحمه الاستاذ هاشم يوسف، يقول لك ابراهيم نازل، يكلم طارق عبد الله، محمد عبد الله، سوق بدوت، يكلم الشركات فكنتم يفضوا لي السماعه. كنتم جيل بتساعدوا بعض يفضوا وبتشجعوا لي بعض. السماعه بحيث يبقى أيوة.